السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنستكمل حل التمارين المعاصر على الدرس الأول، وصلنا عند 32 وهنكمل عند 33. بيقول لي ألف، ألف منصوبة بالشكل اللي قدامك ده، متماثلة، يبقى تحط لي خط تحت كلمة متماثلة. معناها متماثلة معناها إن عندك عناصر القطر الرئيسي اللي فوقيهم لازم يكونوا شبه اللي تحتيهم، يعني كل عنصر يساوي المناظر له. يبقى عندك الميم في الحالة دي بتساوي صاد ناقصين، هو كل هم لازم يجيب الميم، يبقى تقول لي ميم بتساوي صاد ناقص سين. مش هتقدر تجيب الميم بالشكل ده، يبقى تدور على باقي المجاهيل كده، تدور على الصاد وتدور على ميم على السين. عندك الصاد بتساوي قصادها المناظر لها، امشي قصادها هتجيب لك مين؟ هتجيب لك اثنين، مالكش دعوه بالخمسه عشان دي تبع القطر الرئيسي. يبقى صاد بتساوي اثنين، كده قدرنا نجيب اول حاجه الصاد. كده انا محتاج ان انا اجيب مين؟ اجيب السين. عندك سين ناقص واحد، امشي في اللي قصاد على طول هتجيب لك السبعة، يبقى معناها سين ناقص واحد بيساوي سبعة، ودي ده بعكس الإشارة، يبقى سين هتطلع بكام؟ هتطلع بتمانية. يبقى تشيل السين وتحط مكانها تمانية، كده معناها اتنين ناقص تمانية، الناتج يكون كام؟ سالب ستة. كده احنا جبنا الميم طلعت بكام؟ بسالب ستة. مسألة شباب رقم 34، بيقول لي إذا كانت ألف موصوفة بالشكل اللي قدامك ده وموصوفة شبه متماثلة، يعني شبه متماثلة يا شباب استفدنا إيه؟ ان القطر الرئيسي عندك بصفر، وعندك كل عنصر العنصر اللي جباله بيساويه لكن بعكس الاشاره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها س دي بتساوي سالب صاد ناقص خمسة، يعني لو السين دي موجبة يبقى دي لازم تبقى ايه؟ سالبة. دي علاقة رقم واحد. ظبط طب العلاقة بتاعتك هتبقى بالشكل ده، هتبقى سين بتساوي ايه يا شباب؟ اضرب سالب في صاد يبقى سالب صاد ناقص سالب في سالب بموجب يبقى موجب خمسة. دي العلاقة الأولى بتاعتي، اركنها لي على جنب كده، ما نحتاجها دلوقتي. بعد كده روح للي بعده، عندك صاد ناقص سبعة بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي سالب 3 س. يبقى صاد ناقص 7 بيساوي س، صاد ناقص 7 بيساوي سالب 3 س. دي سميها مثلا علاقه رقم، اركنها لي على جنب برضو هنحتاجها دلوقتي. احنا هنظبط المساله بتاعتنا بعد كده نشتغل عليها. بعد كده عندك دي سالب 4، يبقى معناه ايه اللي قصاده؟ بما ان دي يا مستر سالبه يبقى لازم اللي قصاده يبقى موجب، يعني معناها 2 ع لازم تساوي كام يا شباب؟ 2 ع لازم تطلع باربعه، لازم تطلع بايه؟ باربعه. نقدر نجيب العين؟ ايوه نجيب العين مفيش مشاكل. يبقى عين بتساوي 4 على كام يا شباب؟ على الاثنين. يبقى 4 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الاثنين. كده العين طلعت بكام؟ العين طلعت ب2. كده احنا جبنا العين، تمام. يبقى اول حاجه جبناها العين. طب انا عايز اجيب السين وعايز اجيب الصاد، مش عندك السين بتساوي سالب صاد زائد 5؟ ايوه، شيل السين من هنا حط سالب صاد زائد 5، يبقى هعوض في المعادله دي من المعادله دي في المعادله دي. يبقى صاد ناقص 7 بيساوي سالب 3، افتح قوس، سالب صاد زائد 5. عملت ايه انا؟ شلت السين دي وحطيت قيمتها اللي هي سالب صاد زائد 5، تمام. يبقى صاد ناقص 7 سيبها زي ما هي، اضرب لي دي في القوس كله، واحد يضرب في الاولى ويسيب الثانيه. سالب 3 سالب في سالب بموجب، 3 في صاد ب3 صاد. طيب سالب 3 في موجب 5 يدينا سالب 15. ظبط المعادله بتاعتك مفيش اي مشاكل، ودي لي الصادات مع بعض والارقام مع بعض او الاعداد مع بعض، ودي لي سالب 3 صاد مع الصاد، يبقى اديك سالب 3 صاد، هتروح سالب 3 صاد، يبقى اتبقى معاك سالب 2 صاد في الناحيه دي، بيساوي السالب 7 دي هتروح بموجب 7 يديك سالب 8. طب هات لي الصاد، يبقى الصاد بتساوي سالب 8 على سالب 2 يدي لك 4 يا شباب. يبقى الصاد طلعت بكام؟ الصاد طلعت ب4. كده انا معايا الصاد ب4، فاضل معايا اجيب السين. طب مش انا جبت الصاد ب4؟ ايوه، يبقى شيل الصاد وحط مكانها 4 في المعادله دي، يبقى س بيساوي سالب 4 زائد 5، الناتج يكون كام يا شباب؟ يكون 1. يبقى كده س ب1، 1 زائد 4 5، 5 زائد 2 كام؟ 7. يبقى الحل بتاعك يكون الاختيار رقم د. رقم 35، بيقول لي ألف مصفوفة بالشكل اللي قدامك ده، وطبعا بيقول لك ألف بيساوي سالب ألف مد، فإن س زائد ص زائد عين زائد لام بيساوي كام؟ بص يا شباب، لما أقول لك إن ألف بيساوي ألف مد من غير السالب، دي معناها مصفوفة إيه؟ متماثلة، مصفوفة إيه؟ متماثلة. أما لما يقول لك ألف بيساوي سالب ألف مد، دي معناها تستفيد من الكلام ده إن دي مصفوفة إيه؟ شبه متماثلة. شبه إيه؟ متماثلة. يعني إيه شبه متماثلة؟ يعني عناصر القطر الرئيسي لازم يكونوا إيه يا شباب؟ لازم يكون أصفار، واللي فوق ده بيساوي سالب اللي تحت، بيساوي سالب إيه؟ سالب اللي تحت، تمام. يبقى بكل بساطة لو كانت التلاتة موجب، يبقى الصاد دي اللي
قصادها بتساوي سالب 3. طب تمام، هو عايز س زائد ص زائد ع زائد ل. انا عرفت عناصر القطر الرئيسي اصفار، يعني معناها س بتساوي صفر، يبقى الس دي بكام؟ بصفر. والعين بكام؟ والعين برضو بصفر، كده العين معايا برضو بصفر. فاضل معايا ان انا اجيب الصاد واجيب مين؟ واجيب اللام. الصاد قصادها التلات، طب ما التلاتة موجبة، يبقى التلات تبقى عكس الاشارة، يبقى صاد بتساوي سالب تلاتة. بعد كده عندك اللام، اللام هنا قصادها السالب خمسة، والخمسة سالبة، يبقى اصل اللام لازم تكون بكام؟ اللام بتساوي خمسة، يبقى عندك كده الصاد بسالب تلاتة، كده الصاد بسالب تلاتة، واللام بخمسة، وعندك العين بصفر والسين بصفر، يبقى سالب تلاتة زائد خمسة الناتج يكون كام؟ الناتج يكون اتنين. رقم 36، رقم 36 إذا كانت المصفوفة ألف طبعا بالشكل اللي قدامكم ده شبه متماثلة. فهمنا إيه من كلمة شبه متماثلة؟ ممكن يقولها لك بالكلام وممكن يبقى لك بالشكل ده، تعرف إن دي شبه متماثلة لما الألف يساوي سالب ألف مد. شبه متماثلة استفدنا إن عناصر القطر الرئيسي صفار، لازم يكونوا صفار، تمام. وبعد كده هنستفيد إيه؟ لو كان اللي تحت سالب يبقى لازم اللي قصاده فوق يطلع موجب. هنا سالب واحد، يبقى جا سيتا اللي قصاده لازم يكون بكام؟ لازم يكون بواحد. طيب تمام، طب ما عندك جتا سيتا بتساوي صفر، وجتا سيتا عشان من عناصر القطر الرئيسي، يبقى جتا سيتا بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي صفر. كده هو مطلوب منك تجيب مين؟ تجيب السيتا. طب تمام، انا هشتغل على القطر الرئيسي، هاخد الجتا. الجتا بتساوي صفر امتى؟ طبعا الجتا بتساوي صفر عند ال 90 وعند ال 200 وكام يا شباب؟ عند ال 270 في دايرة الوحدة. لو رسمت دايرة الوحدة كانت بالشكل ده، كان عندك هنا واحد وصفر، عندك هنا واحد صفر وواحد، كان هنا سالب واحد وصفر، هنا كانت صفر وسالب واحد عند الميت، هنا كان 270 وهنا كان 90 وهنا كان صفر وهنا كان كام يا شباب؟ كان 180. تمام، انا دلوقتي عند جتا سيتا بتساوي صفر عند مين ومين؟ عند ال 90 وعند ال 270. طب دلوقتي هاخد السيتا بتساوي 90 ولا 270؟ مش عارف، اللي هيحدد لك الجا القاعدة الثانية. عندك القاعدة الأولى جبتها من القطر الرئيسي، عرفت إن السيتا بتساوي يا إما 90 يا 270. طب مين هيأكد لي 90 و 270؟ هيأكد لك ده الجا سيتا اللي بتساوي 1. الجا سيتا بتساوي 1 فين؟ الجا سيتا بتساوي 1 عند ال 90. عند إيه؟ ال 90. يبقى في الحالة دي الحل هيكون باي على كام؟ على الاثنين، لأنها بتساوي 1 عند 90، لكن عند ال 270 بتساوي إيه؟ بتساوي سالب 1. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أكمل كده، عندي قاعدتين كدول ال 90، يبقى الحل بتاعها هيكون باي على. هنا يا شباب الرقم 37، السؤال رقم 37، اذا كانت الف مصفوفه على النظم 2 في 2 يعني مصفوفه، دي مصفوفه مربعه، والف ص ع بيساوي ص ناقص 2 ع، دي القاعده بتاعتك اللي هتشتغل عليها، فان الف بيساوي كام؟ عايز المصفوفه الف بكام؟ او المصفوفه الف ارسم لها واكتب لي المصفوفه الف. بكل بساطه تعالى نرسم، اول حاجه نكون مصفوفه على النظم 2 في 2 ونرتبها ونظبطها مع بعض. تمام، اديك المصفوفه بتاعتك. طب 2 في 2 يعني معاك صف 2 عمود 2، تمام يا شباب. طبعا العنصر ده لازم يكون ألف واحد واحد، يعني الصف الأول العمود الأول، هنا ألف واحد اتنين، تمام يا شباب. بعد كده ألف اتنين واحد، آخر حاجة ألف اتنين اتنين، تمام يا شباب. كده أنا معايا العناصر بتاعتي. أشتغل إزاي؟ طبعا عايز أجيب المصفوفة المكافأة ليها اللي هو طالبها، هجيبها بالقاعدة اللي مديها لي دي. بيقول لك طب أنا فاهم وعارف إن ألف واحد اتنين، الواحد ده معناها الصف، يعني الصاد، الصاد جت الأول، يبقى الصف عندك هو الصاد، يبقى الواحد ده عبارة عن صاد، والعمود هو العين، يبقى الاتنين دي عبارة عن عين. تيجي نطبق القاعدة بتاعتنا، يبقى صاد ناقص اتنين في عين، طب الصاد عندي بواحد ناقص اتنين في عين باتنين، يبقى واحد ناقص أربعة، يبقى الحل هيكون كام يا شباب؟ هيكون سالب تلاتة. كده قدرت أجيب أول عنصر معايا، ألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، احنا جبنا ألف واحد اتنين الأول بسالب تلاتة، يبقى ألف واحد اتنين بيساوي سالب تلاتة. طب تعالى نطبق نفس القاعدة على ألف واحد واحد. طب ألف واحد واحد، أنت عندك دلوقتي الصاد بواحد والعين بواحد، طبق القاعدة بتاعتك، الصاد بواحد، يبقى واحد ناقص اتنين في عين، اتنين في عين، طب عين بكام في الحالة دي؟ عندك العين بواحد، يبقى اتنين في واحد باتنين، يبقى واحد ناقص اتنين بيساوي سالب واحد.
كده انت قدرت تجيب والف واحد واحد بسالب واحد. كمل لسه قدامك، هتجيب الف اتنين واحد الف اتنين واحد كده، الصاد اللي هي الاتنين دي الصاد، والعين هي ايه يا شباب؟ هي الواحد. العين هي ايه؟ الواحد. نطبق القاعدة، صاد اهي، نكتب القاعدة هنا، صاد ناقص اتنين في عين، يبقى الصاد اتنين ناقص اتنين في عين في واحد، اتنين ناقص اتنين في واحد باتنين، يبقى اتنين ناقص اتنين الناتج يكون كام؟ صفر. كده احنا جبنا الف اتنين واحد، اهي الف اتنين واحد، يبقى وصاد هنا بيساوي صفر. اخر حاجة تجيب لي الف اتنين اتنين، الف اتنين اتنين يعني الصاد قد العين، يعني اتنين ناقص الصاد باتنين ناقص اتنين في عين، اتنين في اتنين يبقى اتنين ناقص اربعة، يديك سالب كام يا شباب؟ سالب اتنين. كده اخر عنصر معاك هو السالب اتنين، ودور لي على المصفوفة دي في المصفوفات اللي قدامك دي في اللي فوق، سالب واحد صفر، سالب تلاتة، سالب اتنين، سالب واحد صفر، سالب تلاتة، سالب اتنين، يبقى الاختيار بتاعك هيكون ب. هنا يا شباب المثال رقم 38، اذا كانت ا مصفوفة وكان ا س ص، طبعا القاعدة بتاعته س ضرب ص، وكل كل س تنتمي لواحد واثنين، وص تنتمي لواحد واثنين وثلاثة. طب تمام يا شباب، اولا عايز تعرف نفسك هتشتغل المصفوفة اللي انت هتكونها، فان المصفوفة ا طبعا بيساوي كام؟ المصفوفة اللي انت هتكونها عايز اعرفها عن نظم كام في كام يا استاذ؟ بكل بساطة بص لي على الس تنتمي لكام وكام، كام عنصر عندك في الس؟ واحد اتنين، يبقى عندك المصفوفة عدد الصفوف، السين هنا بيمثل ايه؟ بيمثل عدد الصفوف، يبقى عندك عدد الصفوف اتنين. في عدد الأعمدة كام عنصر في الصاد؟ عندك واحد اتنين تلاتة، يبقى عدد الأعمدة بتاعتك هيكون كام؟ هيكون تلاتة، يبقى المصفوفة بتاعتك هتبقى عن نظم اتنين في تلاتة. طب تعالى نكون المصفوفة كده واحدة واحدة، نكون ازاي المصفوفة؟ بكل بساطة هتضرب لي س في ص. طب أنا هاخد الواحد ده، أول حاجة تبدأ بالواحد، طب الواحد هياخد مين؟ هياخد الواحد اللي زيه، وهياخد الاتنين، وهياخد التلاتة. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى واحدة واحدة. اولا عرفت المصفوفة على النظم اتنين في تلاتة، اكون مصفوفة على النظم ايه؟ صفين وتلات ايه يا شباب؟ وتلات اعمدة. طب تمام، اول حاجة واحد في واحد، واحد في واحد بكام؟ بواحد، يبقى اول عنصر معايا الواحد. بعد كده واحد في اتنين باتنين، طب ليه مثلا انت بتضرب؟ عشان قال لك القاعدة س في ص، يعني س مضروبة في ص، يعني تاخد الس العدد اللي تاخده تضربه في العدد اللي تاخده من الصاد. واحد في واحد بواحد، واحد في اتنين باتنين، بعد كده واحد في تلاتة بتلاتة، بعد كده خد الاثنين، الاثنين نفس النظام، هتتضرب في الاول وهتتضرب في الثاني وهتتضرب في ايه يا شباب؟ هتتضرب في الثالث. اتنين في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في تلاتة بستة، يبقى الناتج المصفوفة اللي طلعت معاك بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة اتنين اربعة ستة، واحد اتنين تلاتة اتنين اربعة ستة، يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم كام يا شباب؟ الاختيار رقم جيم، واللي بيأكد لك المصفوفة عندك اتنين صفين وتلات ايه يا شباب؟ وتلات اعمدة. 39 شباب بيقول لي اذا كانت ا مصفوفة على النظم 2 في 2 مربعة برضو نفس القاعدة، هي هي هتشتغل، بس المرة دي هتغير القاعدة، هتبقى س على ص، يعني هعمل ايه؟ هكون مصفوفة بالشكل اللي قاله لي 2 في 2. يبقى رقم 39 يا شباب نفس المسائل نفس الفكرة، هتكون لي مصفوفة على النظم 2 في 2، يبقى صفين وعمودين، عندك ا واحد واحد، احفظ التركيبة، و ا واحد 2 وألف اتنين اتنين وألف آسف ألف اتنين واحد ألف اتنين اتنين، ودايما عناصر القدر الرئيسي بتكون شبه بعض، السين شبه الصاد. طب تمام، القاعدة بتاعتي بتقول لي إن السين على الصاد، يبقى في الحالة دي لما تجيب لي ألف واحد واحد السين اللي هي طبعا كانت الأولى والصاد كانت التانية، يبقى س على صاد، يبقى س على صاد بكام؟ واحد على واحد، الناتج يكون كام؟ الناتج يكون واحد، يبقى المصفوفة المكافأة بتاعتها بتكون بالشكل ده، أول حاجة أ واحد واحد طلع معايا بواحد، بعد كده هات لي أ واحد اتنين، الس على الصاد يبقى واحد على الاتنين تطلع بنص، يبقى التاني طلع بنص، هات لي ألف اتنين واحد، ألف اتنين واحد، يبقى تعوض لي عن السين باتنين والصاد بكام؟ أهو القاعدة بتاعتك، يبقى هتعوض عن السين باتنين لأن السين هي الأولى، لأن هو خلي بالك جاب لك السين الأولى، لو عكسهم يبقى هتعكس، عشان تخلي بالك ما تحفظش قاعدة إن السين هي الأولى، يبقى ألف اتنين واحد، يبقى السين باتنين والصاد بواحد، اتنين على واحد فيها الكام؟ فيها الاتنين، يبقى ده مكانه اتنين، بعد كده آخر حاجة ألف اتنين اتنين، يبقى في الحالة دي السين على الصاد، يعني 2 على 2 بيساوي 1. تمام، يبقى هو عايز منك ايه؟ كده احنا جبنا اخر عنصر هو الواحد. بعد كده هو مش عايز منك كده، ده هو قال لك هات لي الف واحد واحد. طب تعال نشوف الف واحد واحد، اهو اول واحد، يبقى الواحد، يبقى واحد في
ألف واحد اتنين، ألف واحد اتنين أهي اللي هو ده قصاد النص، يبقى واحد في نص. في ألف اتنين واحد، ألف اتنين واحد اللي هو الاتنين، يبقى في اتنين مضروب في ألف اتنين اتنين اللي هو الواحد. ركز معايا كده، لما تضرب عدد في المطلوب بتاعه بيديك واحد، يعني نص في اتنين يبقى واحد، في واحد في واحد يبقى الناتج النهائي هيكون كام يا شباب؟ هيكون واحد، يبقى الاختيار بتاعي رقم جيم. المسألة رقم 40 يا شباب بيقول لي إذا كانت الألف مصفوفة على النظم 3 في 2، 3 في إيه؟ في 2، فإن ألف واحد واحد بيساوي 2 وألف وهكذا. طب تعالى كده نطلع المصفوفة بتاعتنا واحدة واحدة. أنت بتقول لي ألف واحد واحد بيساوي 2، ماشي كتبتها، وألف 2 واحد بيساوي 3 كتبتها، وألف 3 2 بيساوي نص ألف واحد واحد، يعني نص مضروب في ألف واحد واحد يعني مضروب في 2 بيساوي 1. بعد كده بيقول لك ألف 2 2، ألف 2 2 بيساوي ألف 2 1، ألف 2 1 بكام؟ ب 3 زائد 3، يبقى 3 زائد 3 بيساوي 6. بعد كده بيكمل ألف 3 1، ألف 3 1 بيقول لك بيساوي كام؟ بيساوي سالب 9. بعد كده كمل ألف 1 2 بيساوي تلت مضروب في ألف 3 1، يعني مضروب في سالب 9، يعني تلت في سالب 9 بالاختصار، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الثلاثة، يعني سالب 3. تعال نكون المصفوفة بتاعتنا واحنا حفظنا الشكل، وخلي بالك المصفوفة على النظم 3 في 2 يعني عدد الصفوف 3 وعدد الأعمدة بيكون 2، أدرك 3 صفوف وعمودين. تمام يا شباب، تعال نبدأ أول حاجة ألف 1 1 عقول ب 2. بعد كده ألف 2 1، ألف 2 1 اللي هو اللي تحته مدهولي بتلاتة. حفظنا الشكل يا شباب، اوعى ننسوا الشكل بتاع المصفوفة، ألف 1 1، ألف 1 2. طب تعالى فين ألف 1 2؟ ألف 1 2 اللي هو الأخير طالع بسالب 3. بعد كده عندك 3 ألف، دي ألف 2 1، ألف 2 2 فين ألف 2 2؟ طالعة بستة. بعد كده ألف 3 1، ألف 3 1 طالعة بسالب 9. اخر حاجة عندك الف 3 2 طالعة بكام يا شباب؟ طالعة بواحد. يبقى في الحالة دي تعال نجيب المصفوفة اللي هي بالشكل ده، 2 3 سالب 9، 2 3 سالب 9، سالب 3 6 1، طبعا دي مش سالب 3 6 1، طبعا سالب 3 6 1 الاختيار بتاعك هيكون رقم جيم. المسألة رقم 41 بيقول لي إذا كانت أ مصفوفة مربعة، خلي بالك من كلمة مربعة، يبقى لازم عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة، 3 في 3، 2 في 2، أيا كان. وأ س ص، القاعدة بتاعتك اللي هتشتغل عليها أهي، أهي خلي بالك منها. فإن أ زائد أ م بيساوي كام؟ تعالى كده واحدة واحدة نكون المصفوفة أولاً، بعد كده نجيب الألف والألف إيه؟ والألف م. المصفوفة بتاعتي بيقول لي 3 في 3، يبقى في الحالة دي هيبقى معاك 3 صفوف، 3 صفوف وكم عمود؟ وتلات أعمدة. تمام، ده هنا حفظناهم ألف واحد واحد، هنا ألف واحد اتنين، هنا ألف واحد تلاتة، هنا ألف اتنين واحد، ألف اتنين اتنين، ألف اتنين تلاتة، آخر حاجة هنا ألف تلاتة واحد، ألف تلاتة اتنين، ألف تلاتة تلاتة. تعالى كده نبدأ يا شباب على بركة الله، والقاعدة بتاعتك اهي عشان ما تنساهاش، بيقول لك صاد على سين بناقص سين على صاد، طبعا القيمة بتاعتك اللي هي ألف سين صاد. تمام يا شباب، خلي بالك من القاعدة، جايب لك السين الأول والصاد بعدها، يبقى عشان لما تيجي تجيب القيم دي لازم تعرف إن السين هي في الأول والصاد التانية، يبقى ألف واحد واحد اللي هي السين، دي السين ودي الصاد، صاد على سين يبقى واحد على واحد ناقص واحد على واحد، واحد على واحد بواحد ناقص واحد الناتج يكون ايه؟ صفر، يبقى أول حاجة معايا دي بصفر. بعد كده تعالى نجيب ألف واحد اتنين، ألف واحد اتنين، السين على طبعا الصاد على سين يبقى اتنين على واحد ناقص واحد على الاتنين، يبقى اتنين على واحد فيها الاتنين ناقص نص بيساوي تلاتة على الاتنين. تمام، اللي هي واحد ونص يا شباب. بعد كده عايز ألف واحد تلاتة، ألف واحد تلاتة عندك السين هي الأول يبقى صاد على سين تلاتة على واحد، أنا ماشي على القاعدة دي، صاد على سين أول حاجة ناقص سين على صاد يبقى ناقص تلت، طبعا عندك تلاتة ناقص
3 على 1 ب 3 ناقص كام؟ ناقص ثلث. تعالى طبعا 3 نقص منهم ثلث، عايزين توحد المقامات مفيش مشكله، هتساوي طبعا هتضرب دي في 3 يبقى تضرب 9 على 3، طبعا 9 ناقص 1 ديك 8 على 9. بعد كده طبعا ازاي جبتها دي يا مستر؟ بكل بساطه 3 على 1 ناقص 1 على 3، عشان توحد المقامات بتاعتك لازم تضرب ده في 3. طب عشان تضرب اللي تحت في 3 لازم تضرب زيه فوق في 3، لما تضرب 3 في 3 يديك 9. طب انت وحدت لي المقامات عشان اخد من مقام واحد واطرح، 9 على 3 ناقص 1 على 3 المقام شبه المقام كنا بناخد منه واحده، و9 ناقص 1 الناتج يكون كام؟ يكون 8. جبنا ا 1 3، بعد كده هنجيب ا طبعا 2 1 2 1 ص على س يبقى 1 على 2 ناقص 2 على 1 2 على 1 بيساوي نص ناقص 2 على 1، نص ناقص 2 ايه؟ على 1، يبقى في الحاله دي 2 على 1 فيها ال 2 يديك سالب 3 على 2. هتلاحظ حاجه مهمه دلوقتي، طيب ا 2 2 ا 2 2 يبقى ص على س 2 على 2 ناقص 2 على 2 بيساوي صفر، ألف اتنين تلاتة يبقى تقول لي تلاتة على اتنين ناقص اتنين على تلاتة، تلاتة على اتنين طبعا عايز توحد مقامات مفيش مشاكل، هتوحد على الستة، هتقول هتضرب ايه؟ اما تضرب تلاتة اتنين في تلاتة تضرب اللي تحت، اتنين في تلاتة بستة، تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص اتنين في اتنين باربعة، الناتج يكون كام يا شباب؟ خمسة على ستة، خمسة على ايه؟ على ستة. بعد كده احنا جبنا ألف اتنين تلاتة، هنجيب ألف اتنين طبعا اتنين تلاتة، يبقى فاضل معايا ألف تلاتة واحد، كده انا عرفت القيم بتاعتي، أول قيمة معاك في المصفوفة، تعالى نظبط المصفوفة بعد كده عشان نمسح الكلام ده، عندك الألف واحد واحد بصفر، الألف واحد اتنين اللي هي قصاد دي طلعت بكام؟ بتلاتة على اتنين. بعد كده الألف واحد تلاتة طلعت معايا بتمانية على تسعة. بعد كده كمل، بعد كده ألف اتنين واحد طلعت بسالب تلاتة على اتنين. بعد كده ألف اتنين اتنين طلعت بصفر. بعد كده ألف اتنين تلاتة طلعت معاك بخمسة على ستة. كمل مفيش أي مشاكل. بعد كده نمسح الكلام ده ونكمل المسألة بتاعتنا. بعد كده يا شباب هنجيب ألف تلاتة واحد اللي بيساوي ص على س، يعني واحد على تلاتة ناقص تلاتة على واحد، طبعا لسه جايبينها من شوية كانت بتكون تلت ناقص تلاتة على واحد، تلاتة على واحد لسه جايبينها كانت بكام يا شباب لما وحدنا المقامات؟ تمانية على تسعة، بعد كده هتحكس عشان الإشارة اتغيرت، يبقى سالب تمانية على تسعة. بعد كده ألف تلاتة اتنين طبعا ص على س اتنين على تلاتة ناقص س على ص تلاتة على اتنين، نفس الحل لسه جايبينه من شويه، كنا هنوحد المقامات على الستة، بس المره دي هتبقى بعكس الاشاره، يبقى سالب 5 على 6. اخر حاجه معاك الف 3 3 اللي هي بتساوي ص على س، يعني 3 ناقص 3 بيساوي ايه؟ صفر، عشان ص على س ناقص س على ص بيساوي 3 على 3 ناقص 3 على 3 بيساوي ايه؟ صفر. يبقى معاك الالف 3 1 بتساوي طبعا ألف تلاتة واحد بتساوي سالب تمانية على تسعة، وألف تلاتة اتنين بتساوي سالب خمسة على ستة، ألف تلاتة تلاتة بتساوي كام يا شباب؟ آخر حاجة بتساوي صفر، بتساوي صفر. ملاحظين حاجة مهمة جدا جدا جدا، إيه هي؟ إن عناصر القطر الرئيسي عندك كام؟ أصفار. وإمتى يكون عناصر القطر الرئيسي أصفار؟ طبعا لما يكون المصفوفة شبه متماثلة، وطبعا واللي أكد لي الكلام ده عندك هنا سالب تلاتة على اتنين، هنا تلاتة على اتنين، هنا سالب تمانية على تسعة، هنا 8 على 9، هنا سالب 5 على 6، هنا 5 على 6. بيقول لك ايه؟ اوجد فان ا زائد ا مد، طبعا ا زائد ا مد المصفوفه ا زائد المد بتاعها، يبقى عندك الالف والالف مد طبعا مش هتفرق معاك، لان لو جمعتهم، لو جمعت الالف زائد الالف مد طبعا هيدي لك صفر، طبعا انت هتدور هتجري على الصفر، طبعا الكلام ده غلط، بس ما بديش صفر، بدي حاجه اسمها المصفوفه الصفريه. المصفوفه ايه؟ الصفر، لان جمع مصفوفه مع مصفوفه او طرح مصفوفه من مصفوفه بيدي مصفوفه مش عدد مش عنصر، يبقى في الحاله دي المصفوفه دي بتساوي كام؟ بتساوي المصفوفه الصفريه، يبقى ا زائد ا مد، لان انت لما تجيب ا مد هتغير العناصر هتجمعهم، هتلاقي ان الثلاثه على الاثنين جت قصادها سالب الثلاثه على الاثنين، يبقى في الحاله دي هيطيروا بعض، يبقى الناتج النهائي هيكون المصفوفه الصفريه. السؤال رقم 42، طبعا السؤال رقم 42 اذا كانت ا مصفوفه مربعه للنظم 3 في 3 هتساوي ا س ص بيساوي القيمه المطلقه لس ناقص ص على القيمه المطلقه لس زائد ص. في حاجه مهمه جدا جدا يا شباب تخلي بالكم منها، او ممكن
تقريبا معظمكم يعرفها، ان مقياس س ناقص ص هو مقياس ص ناقص س. مش فاهمين اي حاجه من الكلام اللي انت قلته ده. يعني لو عندك س ناقص ص هي داخل المقياس ص ناقص س. ايوه، يعني مثال لو قلت لك 3 ناقص 2 هتقول لي كام؟ بتساوي مقياس الواحد، يعني هتساوي كام؟ هتساوي 1. طب لو عكستها لك وخليتها لك مقياس 2 ناقص 3 هتقول لي بتساوي مقياس سالب 1، وهيطلع برضه في الاخر بايه؟ بواحد. يبقى الناتج نفس الناتج، تمام؟ يبقى س ناقص ص هي ص ناقص ايه؟ ناقص س. طب سؤال كمان، طبعا السؤال ده فيه حته ذكاء بسيطه جدا جدا. ايه هي؟ اولا الحل بتاعك هيكون الف، لان الف س ص هي الف، لو بدلتهم خليت الصاد ناقص س هيطلع نفس الناتج زي ما بدلنا دلوقتي. طب واحد تاني قال لك ليه؟ طب ممكن يطلع ده ويطلع ده، ان ده برضه الف ص س وده الف ص س. انا المقياس بيطلع موجب ولا سالب، يعني معناها العناصر بتاعتك كلها هتكون ايه؟ هتكون موجبه، هتكون ايه؟ موجبه، ما فيهاش سالب خالص في الحاله دي. عشان كده انا خدت الف ص س، لان هنا في سالب وهنا في سالب، وطبعا طبعا طبعا المصفوفه بتاعتك مستحيل هتساوي ايه؟ تساوي واحد عنصر، لان المصفوفه لازم تطلع معاك مصفوفه كامله. اذا المصفوفه على النظم 3 في 3 في الحاله دي هيكون معاك الف ص م الف ص س. يلا شوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 43، اذا كانت الف مصفوفه مربع على النظم 3 في 3 مصفوفه مربع ما فيش اي مشاكل، والف س ص، يعني انت القانون بتاعك اهو اللي هتجيب منه ايه؟ المصفوفه بتاعتك. تعالى كده واحده واحده، المصفوفه 3 في 3 يبقى خلاص حفظناهم يا شباب. الف 1 1 الف 1 2، معلش تعبتكم معايا في الموضوع ده، الف 1 3 بس انا فاهم على قد، ولازم طبعا اعمل الكلام ده. بعد كده اقول الف 2 1 الف 2 2 الف 2 ايه يا شباب؟ 2 3. بعد كده الف 3 1 الف 3 2 الف ايه يا شباب؟ اخر حاجه الف 3 3. برافو عليكم. بعد كده طبعا انت المفروض هتقفل وتقفل قوس المصفوفه وتجيب لي القيم بتاعتك دي. تعالى كده واحده واحده باذن الله ونشوف ايه، ونجيب الف 1 1 هتعوض لي في القانون اللي قدامك اللي هو جا باي على الاثنين. عندك السين بواحد والصاد بواحد، يعني معناها جا باي على الاثنين اللي هي 90. جا 90 بكام؟ طب تعالى نكتب القانون اللي قدامنا عشان ما يبقاش بعيد علينا. جا باي على الاثنين في سين ناقص جتا باي على الاثنين في كام يا شباب؟ في صاد. تعالى كده واحده واحده ونبدا. الف 1 1 يعني شيل السين، طبعا عندك السين هي الاول، طبعا السؤال بتاعنا هو فوق، عندك السين هو الاول والصاد هي الثانيه، يبقى سين بواحد وصاد بواحد. عوض على السين بواحد هديك جا باي على الاثنين، طبعا ناقص جتا باي على الاثنين، يبقى الجا باي على الاثنين يعني جا 90، وجا 90 بكام يا شباب؟ بواحد. ناقص جتا باي على الاثنين يعني جتا 90 بيساوي صفر، يبقى 1 ناقص صفر الناتج يكون كام يا شباب؟ 1. كده عرفت اول قيمه الالف 1 1 بكام؟ بواحد. بص كده في الاشكال اللي قدامك كلها، يبقى معاك عندك 1 1 1، يبقى دي سالب 1، يبقى خلاص دي غلط مش معايا. تعالى كده نحاول نستبعد مع طبعا المصفوفات الغلط. تعالى كده نكمل نجيب الف 1 2. في الحاله دي هتشيل السين وتحط 1 يديك جا 90 اللي هي باي على الاثنين ب 90، باي على الاثنين ناقص جتا لما تحط 2 الصاد يديك 2 في 180 على الاثنين، يديك 2 في 180 على 2 يعني 360 300. او ممكن واحد يقول لك ايه، جا باي على الاثنين مضروبه في 2، يبقى الاثنين دي راحت مع الاثنين دي يديك جا 180. طبعا جا 90 احنا عارفين ان جا 90 بكام يا شباب؟ جا 90 بواحد ناقص هنا اسف دي جتا، دي جتا، جتا 180، جتا 180 بسالب 1، طبعا سالب 1 وسالب سالب موجب يديك الناتج النهائي 1 زائد 2 1 يديك الناتج 2. كده عندك ألف 1 2 ب 2، يبقى تاني حاجة معايا ده ب 2، دور على الاثنين ده 2 وده 2 وده 2، خلاص كده التلاتة معايا. نكمل نشوف ألف 1 3 ألف 1 3. طب ليه احنا بنعمل كده؟ عشان بس ما نطولش وناخد ايه؟ وقت كتير. ألف 1 3 في الحالة دي أنت عندك السين بواحد، السين بواحد، يبقى جا باي على الاثنين ناقص جتا عوض عن الصاد بتلاتة، يبقى يديك تلاتة باي على الاثنين اللي هي 270 يا شباب. طبعا جا باي على الاثنين يعني جا 90 احنا حليناها من شويه بواحد، ناقص جتا 270، جتا 270 هي المقابله لل 90، يديك ايه يا شباب؟ يديك صفر. طبعا اللي عندك الجتا بصفر، لان 90 بصفر الجتا، يبقى ال 270 قصادها برضه الجتا بصفر، 1 ناقص صفر يدي لك 1. كده معايا الف 1 3 الناتج يكون بيعها 1. يلا هنا 1 وعندك هنا 1، يبقى استبعد لي دي مش معانا. كده فاضل معانا 2، يلا نكمل. بعد كده عندك الف، هتجيب لي الف 2 1. الف 2 1 بكل بساطه يا شباب يبقى جا
باي على الاثنين هتضربها في اتنين، جا باي على الاثنين هتضربها في اتنين، يبقى اتنين تروح مع الاثنين يديك جا باي اللي هي جا 180 ناقص جتا، خلاص انت هتعوض عن الصاد بواحد، جتا باي على الاثنين يعني جتا 90. طبعا جا 180 يا شباب بصفر، ناقص جتا 90 بصفر، يبقى صفر ناقص صفر يديك صفر، يبقى جا طبعا عندك الف 2 1 يدي لك كام؟ صفر. تعال ندور على الصفر، عندك دي بصفر وعندك دي بصفر، يبقى هنضطر هنكمل الف 2 2، يا رب تطلع معانا اخر واحده الف 2 و2، يبقى في الحاله دي هتعوض عن السين ب2، الاثنين هتروح مع الاثنين، لما تعوض عن دي ب2 هتضرب هتطير الاثنين دي يديك جا باي طبعا اكيد شبه اللي فوقيها، ناقص لما تضرب الثانيه في 2 طبعا الصاد في 2 هتطير برضو الاثنين، ناقص جتا باي يبقى بيساوي ايه يا شباب؟ عندك جا باي جا 180، جا 180 بكام يا شباب؟ بصفر، ناقص جتا 180 بسالب 1، سالب سالب موجب يدينا موجب 1، طبعا يا رب تكون اخر واحده معانا بواحد، طبعا دي كانت الف 2 2 تطلع بكام؟ بواحد. تعال ندور هنا على الواحد، دي واحد ودي سالب 1 والحمد لله، يبقى في الحاله دي انا مش هكمل، هاخد مين؟ هاخد الجيم. وتعال نشوف المساله رقم 44، المساله رقم 44 بيقول لي إذا كانت ألف مصفوفة صف، خلي بالك مصفوفة إيه؟ صف يعني بتتكون من صف واحد، وكان ألف سين عين بيساوي 5، ألف سين عين بيساوي 5، فإن سين بيساوي كام؟ فهمنا إيه يا شباب من كلمة مصفوفة صف؟ يعني بتتكون من صف واحد يا أستاذ، مفيش غيره. طب تمام، هو قال لك ألف سين عين، ألف سين ده أحد العناصر، ألف سين عين ده أحد عناصر المصفوفة بيساوي 5، فإن سين سين بيساوي كام؟ معنى صف يا شباب معناها إنه متكون من صف، سين في صاد، المصفوفة دي على الشكل سين في صاد، معناها السين لازم تكون بواحد، السين بكام يا شباب؟ بتكون بواحد، ليه؟ عشان مصفوفة صف بتتكون من صف واحد والأعمدة ماليش دعوة بيها، وقال لك أحد عناصر المصفوفة 5، طب لازم السين بواحد عشان دي مصفوفة صف، إذا السين هتطلع بكام؟ أو حد يغلط ويقول 5، يبقى السين لازم تطلع بكام يا شباب؟ تطلع بواحد. هنا المسألة رقم 45 يا شباب بيقول لي إذا كانت أ مصفوفة شبه متماثلة، خلي بالك من كلمة شبه متماثلة، يعني إيه شبه متماثلة؟ عناصر القطر الرئيسي أصفار واللي فوقه عكس إشارة اللي تحته بس نفس الأعداد هي هي. على النظم 3 في 3، فإن أ 1 1 زائد أ 2 2 زائد أ 3 3، يا سلام، طبعًا أ 1 1 بصفر زائد أ 2 2 بصفر زائد أ 3 3 بصفر، يبقى الناتج النهائي هيكون كام يا شباب؟ هيكون صفر، من غير ما تفكر دايمًا عناصر القطر الرئيسي بشبه المتماثلة بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. إذا كانت أ مصفوفة متماثلة، ومصفوفة ايه؟ خلي بالك متماثلة، معناها الالف بيساوي الف مات، فإن الف بيساوي كام؟ قلت له ثانية واحدة، متماثلة يعني معناها الف بيساوي الف مات. الف ايه يا شباب؟ الف مات. طب لما اضرب الالف في اتنين، لما اضرب الالف في ايه؟ في اتنين، هل عن النظم بتاع المصفوفة بيتغير؟ النظم بتاع المصفوفة لما ما بيتغيرش، يبقى المصفوفة معايا ثابتة، يبقى في الحالة دي ايه هي المصفوفة؟ لو ضربت الالف في 2، لو ضربت الالف في 2 برضه بتساوي الف مد، يعني ما اتغيرتش، كانها ما اتغيرتش، ما معنى متماثله يعني الف بيساوي الف مد. طب ضربت دي في 2 المصفوفه ما اتغيرتش برضه فضلت ثابته، معناه الكلام ده ان المصفوفه دي لازم تكون ايه يا شباب؟ لازم تكون مصفوفه صفريه، لازم تكون مصفوفه ايه؟ صفريه. طب ليه يا مستر ما تكونش مصفوفه واحده؟ لان لو مصفوفه واحده بالشكل ده، لو عندك واحد مثلا وهنا صفر على سبيل المثال، على سبيل المثال لو هنا مثلا واحد وهنا صفر، طبعا هنا لازم يكون عناصر القطر الرئيسي واحد وهنا صفر، لو ضربت المصفوفه في 2 لو جبت الالف مد طبعا خلاص هتتغير، الصف يبقى عمود والعمود يبقى صف، طب لو ضربت في 2 كده عناصر المصفوفه هتتغير، كده عناصر المصفوفه ايه؟ هتتغير، لكن انا لما ضربت في 2 برضه فضل الالف مد موجود مفيش مشاكل بيساوي الف مد، في الحاله دي لازم تكون مصفوفه صفريه ان هي ما بتغيرش حاجه. تمام يا شباب؟ طب رقم 47 بيقول لي إذا كانت المصفوفة ألف على النظم ميم في نون، تمام فهمت المصفوفة النظم بتاعها بيكون كام؟ ميم في نون، يا معنى النظم ميم في نون، تمام، بس خلي بالك في شرط، ميم أصغر من نون، ميم أصغر من نون، يعني معناها عدد الصفوف أصغر من أقل من عدد إيه؟ من عدد الأعمدة، تمام؟ ده الشرط المهم اللي هشتغل عليه. بعد كده وكان عدد عناصرها، عدد العناصر بتلاتة، عدد العناصر كام يا شباب؟ بتلاتة، معناها عدد العناصر
عناصر 3، معناها ان المصفوفه دي على النظم كان في كام؟ 1 في 3. طب ليه يا مستر ما تكونش 3 في 1؟ لان خلي بالك هو قال لك الميم اصغر من النون، والميم هنا بتمثل مين؟ بتمثل الصف، يبقى الصف في الحاله دي لازم يكون 1، ما ينفعش الصف يبقى كام؟ يبقى 3، لان هو اصغر من نون والميم بتمثل الصف، لان ده ميم وده نون، والميم اصغر من النون يبقى دي لازم تاخد الواحد ودي تاخد الثلاثه. طب تمام، بيقول لك عناصرها يساوي 2، وكانت المصفوفه بها على النظم نون في 2. طب كده النون انا جبتها بكام يا شباب؟ جبتها ب3، يبقى عدد عناصرها بيساوي كام؟ طبعا 3 في 2 الناتج هيكون كام يا شباب؟ هيكون 6. المساله دي مهمه جدا جدا، واللي حقق لي الكلام ده الشرط. انا ما خدتش ليه دي؟ لان هو قال لك الميم اقل من النون، والميم لازم يكون عدد الصفوف هو اللي بيجي الاول، يبقى في الحاله دي الميم يطلع ب1، لان 3 ما لهاش ضرب غير 1 في كام يا شباب؟ 1 في 3. وتعالى نشوف المثال اللي بعده. انا يا شباب رقم 8 بيقول لي اذا كانت الف مصفوفه على النظم، النظم بتاعها 3 في 2 يبقى عدد الصفوف 3 وعدد الاعمده 2، وكان مجموع عناصر المصفوفه الف يساوي س، يعني لو جمعت العناصر بتاعت المصفوفه الف كلها بيديك س، فان مجموعه عناصر المصفوفه 2 الف. يا سلام، يبقى انت لو جمعتهم، لو جمعت العناصر هيدي لك س، لو جمعت مجموع عناصر كلهم يدي لك س. طب لما تضرب المصفوفه 2 معناها برضه هيضاعف الس، هتضربها 2 س، يبقى انت كانك بيقول لك ايه؟ بيقول لك 3، كمثال بسيط 3 زائد 2 بيساوي كام؟ بيساوي 5، وقلت لك الخمسه دول بيساوي س. رحت اضرب لي الناتج ده، اضربه لي المجموع ده، اضربه لي في 2، اضربه لي في 2، يبقى تضرب 5 في 2 يديك كام؟ 10. طب ما انت عندك الس ب5، طب لما تضرب دي في 2 يبقى بقيت 10، يبقى الس في الحاله دي اتضربت في كام؟ اتضربت في 2، يبقى ضربت الطرفين في 2 يبقى 2 س بيساوي كام؟ 10 يا شباب، يعني الحل بتاعك هيكون ايه؟ 2 س. 2 ايه؟ 2 س. هنا يا شباب المثال رقم 49 بيقول لي اذا كانت ا بتساوي ا صاد ع مصفوفه متماثله. يعني متماثله يا شباب؟ يعني عرفنا عن عناصر القطر الرئيسي اللي فوقيها لازم يكون العناصر اللي تحتها شبه اللي فوقيها، يعني مع كل عنصر بالمناظر ليه بيساوي بعض. فاي ممات يمكن يمثل قاعده لايجاد عناصر الف. طبعا انا عايز اشتغل على القاعده، انهي قاعده في دول؟ انهي قاعده بتحقق لي ان المصفوفه تبقى متماثله؟ قلت له انا مش عارف. طب تعالى كده واحده واحده نفهم الكلام. اولا نفترض ان عندي مصفوفه متماثله، نفترض ان المصفوفه على الشكل ا 1 1 ا 1 2، نفهم واحده واحده ا 1 3. ومعلش يا شباب استحملونا ان انا بطول شويه. طيب هنا ا 2 1، هنا عندي ا 2 2، عندي ا طبعا 2 ايه؟ 2 3. طب هنا عندي ا 3 1، عندي ا 3 2، عندي ا 3 ايه يا شباب؟ 3 3. نفترض ان المصفوفه اللي قدامي دي مصفوفه متماثله. نفترض، يعني ايه مصفوفه متماثله؟ يعني عناصر القطر الرئيسي دول اللي بيكون فوقيهم شبه ايه؟ اللي تحتيهم. تمام يا شباب؟ طب تمام، احنا فهمنا ايه من الكلام ده؟ فهمنا ان ا 2 1 هي بتساوي ألف واحد ايه؟ 2، يعني معناها ألف 2 1 لازم تساوي ألف 1 2. طب تمام، انهي قاعدة ممكن يتحقق لي العلاقة دي؟ لو خدت القاعدة الأولى يا شباب، خدت ألف صاد عين بيساوي 2 صاد ناقص عين، هات لي ألف 2 1 من القاعدة دي. ألف 2 1 يعني الصاد تبقى ب 2 والعين ب 1، اضرب 2 في 2، 2 ب 2 ب 4، ناقص طبعا عين بواحد، يبقى في الحاله دي يطلع بخمسه، صح؟ طب هل بتساوي الف 1 2؟ تعال نبدل الف 1 2، طب عندك الف 1 2، هات لي كده الف 1 2، احنا جبنا اول حاجه الف 2 1، هات الف 1 2، الف 1 2 هتعوض عن ايه يا شباب؟ عن الصاد بواحد، يبقى 2 في 1 ب 2، ناقص طبعا ناقص ايه؟ عين بكام؟ عين ب 2، 2 ناقص 2 اداني صفر. هل القاعده دي حققت لي ان ده شبه ده؟ لا، يبقى ده تستبعده خالص، ده تستبعده ايه؟ خالص يا شباب، ده غلط. بعد كده خش على القاعده رقم ب، هل هتحقق لي ان ا 2 1 هي ا 1 2؟ تعال نشوف، انا القاعده كانت بتقول كده ا ص ع بيساوي ص زائد ع. طب تعالى كده نجيب ا 1 2، ا 1 2 هتشيل الس الص وتحط 1 يبقى 1 زائد ع ب 2، 1 زائد 2 ايه؟ 3. طب هات لي كده ا 2 1، ا 2 1 عوض عن الص بكام؟ الص ب 2 زائد 1، الناتج هيكون كام؟ 3. يبقى انا مش محتاج ان انا اكمل حل، يبقى الاختيار بتاعي هيكون رقم كام يا شباب؟ رقم ج، ان القاعدتين اللي قاعدين والقاعده دي مش هيحققوا لي العلاقه بتاعتي ان ا 1 2 بيساوي ا 2 1 بيساوي ا 1 2، لان المصفوفه ايه؟ متماثله. ونشوف السؤال اللي بعد. المصفوفه ا طبعا المصفوفه اللي هي بالشكل ده شبه متماثله، خلاص يا شباب احنا اتعودنا عليها شبه متماثله، يعني القطر الرئيسي اصفار، ولو كان ده مثلا موجب يبقى ده سالب، لو كان ده سالب يبقى ده موجب. تمام يا شباب؟ فان س تنتمي، انا قلت له خلاص ده معناها لما هي شبه متماثله ان س
الترديع ناقص واحد بيساوي سالب افتح قوس س ناقص واحد، يعني معناها لو كان ده موجب يبقى ده سالب. تمام يا شباب، اضرب السالب كده فك القوس بتاعك، يبقى س الترديع ناقص واحد بيساوي سالب في س بسالب ايه يا شباب؟ بسالب س. طبعا سالب في سالب بموجب يبقى موجب واحد، وادي له كل ده الناحيه الثانيه وحل معادله، حل المعادله بتاعتك عادي. طبعا اقدر هطلع بقطاع ثلاثي بسيط، يبقى س تربيع ناقص هتبقى موجب سالب س هتروح بموجب س يبقى زائد س، وعندك سالب واحد وهيديها يروح له بعكس الاشاره سالب واحد، يبقى الناتج سالب 2. كل ده بيساوي ايه؟ صفر. صفرنا المعادله، ده مقدار ثلاثي بسيط بنحله قوس في قوس مفيش مشاكل. س تربيع يعني س في س ضربهم اتنين والفرق بينهم واحد مفيش غيرهم اتنين في واحد، بما ان ده سالب دي الاشاره دي سالبه يبقى هما الاتنين، الكبير ياخد اشاره الاوسط يبقى الكبير ياخد الموجب والتاني ياخد عكسه سالب. كده عندك السين يا اما السين بتساوي عكس اشاره دي سالب اتنين، يا اما السين بتساوي عكس اشاره دي يدينا موجب واحد. كده مجموعه الحل بتاعتك هتكون كام وكام يا شباب؟ كده هتبقى سالب اتنين وواحد، سالب 2 و1 او 1 وسالب 2 مش هتفرق، فين سالب 2 و1؟ اهي 1 وسالب 2 الاختيار رقم ج. احنا قلنا المثال رقم 51 ده بيقول لك ا مصفوفة قطرية على النظم كام في كام؟ 3 في 3، يعني انت عندك المصفوفة بتاعتك بالشكل ده على النظم 3 صفوف وثلاث ايه؟ وثلاث اعمده. طب تمام، المصفوفه دي اللي بيقول لك ان هي قطريه، اعرف اعرف ان عناصر القطر الرئيسي دول ماليش دعوه بيهم، دول ممكن يبقوا اعداد وممكن يبقى اثنين فيهم عددين وواحد صفر وواحد صفر، اثنين عددين اثنين عنصرين عددين وواحد صفر، او عنصر واحد والباقي كله صفر. اهم حاجه تعرف لي ان هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، تمام؟ يبقى كل اللي حوالين القطر الرئيسي اصفار، دي في القطريه. ليش دعوه بالقطر الرئيسي؟ ممكن يبقى اثنين منه اصفار، اهم حاجه ما يسويش كله صفر، اهم حاجه لازم يبقى فيه عنصر على الاقل عدد. تمام يا شباب؟ طب تمام، المصفوفه القطريه اللي قدامك دي، هو قال لك على النظم 3 في 3، وكان ا س ص، لاحظ ان ا س ص ده احد العناصر، احد ايه؟ العناصر. لازم احد العناصر اللي هو احد عناصر القطر الرئيسي، احد عناصر ايه؟ القطر الرئيسي، قال لك بيساوي 5. قال لك بيساوي ايه؟ 5. انا دلوقتي شغال على القطر الرئيسي اللي يهمني القطر الرئيسي في القطريه، يبقى احد العناصر بيساوي 5. تمام، وكان لكل س بيساوي ص، يعني في الحاله دي س بتساوي ص دايما، س بتساوي ص، يعني ده كمان بخمسه وده كمان بايه؟ بخمسه، ده كمان بخمسه. ليه يا مستر؟ لان انت عندك ا واحد واحد، ا اتنين اتنين، مش ده هي دي عناصر القطر الرئيسي، ا تلاته تلاته، مش هو قال لك لكل س يساوي ص، ا س ص يطلع بخمسه، يعني دي طلعت بخمسه، ودي طلعت بخمسه، ودي طلعت بخمسه. طب يا اخ يعني معنى ايه خمسه؟ يعني معناها ده كله صفار ودي بس اللي بخمسه؟ ايوه. طب ده معنى ايه؟ ا بتساوي مصفوفه الوحده، ده مصفوفه الوحده عناصر القطر الرئيسي واحد، ا بتساوي خمسه في مصفوفه الوحده. ايوه. ليه؟ لان انت عندك مصفوفه الوحده اللي هي هنا واحد 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 والباقي كله صفار، طبعا مفيش اي مشكله، انا عارف ان اللي تحتها واللي فوقيها صفار، لو ضربت المصفوفه دي بخمسه مش هتبقى خمسه اي، يعني معناها خمسه في مصفوفه الوحده، لان ده هيتحول خمسه وده هيتحول خمسه وده هيتحول خمسه، يعني معناها الحل بتاعها هيكون الاختيار رقم كام؟ الاختيار رقم ألف، ويا رب تكون الفكره وصلت. رقم 52 يا شباب بيقول لي اذا كانت المصفوفه ألف متماثله وفي نفس الوقت شبه متماثله، ما تفكرش، متماثله وشبه متماثله يبقى مصفوفه صفريه على طول. مصفوفه ايه يا شباب؟ مصفوفه صفريه. طب هل مصفوفه الوحده؟ يا مستر ركز معانا، المصفوفه شبه متماثله عناصر القطر الرئيسي اصفار، يبقى في الحاله دي مش هتنفع معايا مصفوفه الوحده. هل مصفوفة قطرية؟ مصفوفة القطرية يا مستر لازم كل اللي فيها واللي تحتها بيساوي اصفار وبيكونوا اعداد، بيكونوا ايه؟ اعداد، يعني في الحالة دي ما تنفعش شبه متماثلة. تمام؟ قال مصفوفة صف، يا عم ده مصفوفة الصف ما تنفعش اصلا، يبقى في الحالة دي اول ما تسمع كلمة متماثلة او شبه متماثلة يبقى دي مصفوفة ايه؟ مصفوفة صفرية. مصفوفة ايه يا شباب؟ مصفوفة صفرية. تعال نشوف المثال اللي بقى 50 صورة رقم 53، اذا كانت ا مصفوفة شبه متماثلة، في دماغك كده ما تنساهاش شبه متماثلة، القطر الرئيسي اصفار. طب تمام، و3 في 3 على النظم 3 في 3، و1 1 3 بيساوي 4، يبقى تعرف ان ا 1 3 ب 4 يبقى على العكس ا 3 1 بيساوي سالب 4، وتعرف كمان ان ا 1 1 بيساوي صفر، لان دول عناصر القطر الرئيسي، و ا 2 2 بيساوي صفر، و ا 3 3 بيساوي صفر. وخلي بالك برضو، خلي بالك برضو، لو جمعت ا 3 1 زائد ا 1 3 برضو يديك صفر. ليه؟ لان عدد
زائد معكوسه، عدد زائد ايه؟ معكوسه. ما انا قلت لك لو عندك الف 3 الف 1 3 ب 4 يبقى الف 3 1 بيسالب 4. طب تعال نشوف الاختيارات، الف 3 1 بيسالب 4 لسه جايبينها، يبقى الحل ده صح. طب الف 1 1 بصفر، ايوه الف 1 1 بصفر، يبقى الحل ده كمان صح. والف 2 3 زائد الف 3 2 بصفر، ايوه ما الف 2 3 هي معكوسها الف 3 1 عشان دي شبه متماثله يدينا صفر، يبقى عندك الثلاث حلول دول صح. يبقى الاختيارات بتاعتك هيكون رقم د 1 و2 وتلاتة يا شباب. طب رقم 54 بيقول لك إذا كانت س بتساوي يعطيك المصفوفة دي وص بتساوي المصفوفة دي، يبقى 2 س بيساوي ص مد، يبقى في الحالة دي تضرب لي دي في 2 وتساويها لي بص مد وتجيب لي القيم بتاعت اللي هو عايزها. أول حاجة من غير ما تفكر تضرب لي دي في 2، يبقى المصفوفة لما تضربها في 2 تقول 2 في المصفوفة س، 2 س بيساوي 2 في ألف ب 2 ألف. بعض الناس بتغلط وتضرب في ألف بس، لا ناقص 2 ب، ضربت طبعا الاتنين في الكل، وعندك هنا 2. تمام يا شباب، أنا شغال دلوقتي على المصفوفة الأولى. بعد كده اضرب 2 في 3 ب 6، اضرب 2 في ب ب 2 ب، 2 في 2 ب 4 يبقى ناقص 4. ده بيساوي المد بتاع المصفوفة دي، المد بتاع المصفوفة دي مد، هات لي المدور بتاع المصفوفة، يبقى ألف ناقص 6 حول الصف لعمود، وعندك هنا تحت 6، يعني خدت الصف ده حولته، طبعا ما احنا خدناه كل ده، احنا قلناه الحصه اللي فاتت او الجزء اللي فات، هتحول لي ده العمود، الصف ده اتحول لعمود. بعد كده الثانيه هتبقى 2 و4 ناقص ا، 4 ناقص ايه يا شباب؟ 4 ناقص ا، كده تمام، دول مصفوفتين متساويين، يبقى كل عنصر بيساوي المناظر ليه يا شباب، يعني معناها 2 ا ناقص 2 ب بيساوي اللي قصاده بيساوي ايه؟ ا ناقص 6، ا ناقص ايه؟ ناقص 6. وعندك 6 بتساوي 6 ده اكيد، وعندك 2 بتساوي 2، تمام، يبقى 2 ب ناقص 4 بيساوي 4 ناقص ا، يبقى 2 ب ناقص 4 بيساوي طبعا 4 ناقص ا، 4 ناقص ايه؟ ا. واحد شاطر قال لي يا مستر الشكل ده مش عاجبني، طب لو سمينا دي علاقه 1 ودي رقم 2 معادله رقم 2، طب واحد قال لك يا مستر انا الشكل ده مش عاجبني انا عايز اظبط بحيث ان انا اقدر اجيب الالف والباء بطريقه الحاسب، ازاي بطريقه الحاسب اللي خدناها في اعدادي؟ قال لك هودي الرموز مع بعض في ناحيه والارقام مع بعض في ناحيه، يعني قال لك هاخد رقم 1 دي اول حاجه هودي الالف ده بعكس الاشاره هيطير مع الف من دول، يعني في الحاله دي ده هيطير مع واحد من دول، تمام يا شباب؟ يبقى في الحاله دي هتبقى الف ناقص 2 ب بيساوي سالب 6. ليه؟ طيب قال كأنك وديت الالف بعكس الاشاره هينقص هيبقى 2 الف ناقص منها الف يديك الف، تمام يا شباب؟ كده العلاقه الاولى اصبحت بالشكل ده. قال لك انا هظبط الثانيه هودي كل الرموز في ناحيه والارقام في ناحيه، قلت له ماشي، قال لي السالب الف وديها الناحيه الثانيه تبقى بالف، يبقى يديني 2 ب زائد الف، والسالب 4 تروح بموجب 4 يدينا بيساوي 8. تمام، دلوقتي انا عايز اظبط المعادله بتاعتي، لازم الالف تحت الالف والباء تحت الباء، قلت له تمام، يعني كده مش هتعرف تخلص المعادلتين بتوعك وتجيب الالف والباء، لازم عشان تعمل طريقه الحسب لازم الحروف شبه بعض يبقوا تحت بعض. تمام، يبقى في الحاله دي تقول لي الف ناقص 2 ب مش هلعب فيها بيساوي سالب 6، والثانيه هتبقى الف زائد 2 ب زائد 2 ب بيساوي كل ده خدناه في ثالثه اعداد يا شباب، بالجمع المعادلتين لما تجمع يا شباب عندك سالب 2 ب وموجب 2 ب راح، وعندك الف والف يبقى الناتج 2 الف بيساوي سالب 6 زائد 8 يدي لك 2، ومنها الالف تطلع بكام يا شباب؟ 2، 2 على 2 فيها الواحد يبقى الالف طلعت بواحد. خد الواحد ده عوض في اي معادله تعجبك من المعادلات كلهم، يبقى قال لي انا هعوض في المعادله يا مستر مثلا المعادله دي، هعوض عن الالف بواحد، يبقى واحد ناقص 2 ب بيساوي سالب 6. طب تمام، ودي لي الواحد بعكس الاشاره، يبقى لما يروح بعكس الاشاره يروح بسالب، يبقى سالب 2 ب بيساوي كام يا شباب؟ لما الواحد يروح عكس الاشاره يبقى يدينا سالب 7، يبقى ب بيساوي سالب 7 على سالب 2، يعني يديني 7 على كام يا شباب؟ 7 على 2. كده انا جبت الالف وجبت الباء، جبت الالف بواحد وجبت الباء ب7 على ايه؟ على 2. هنا قال لك انا عايز الف زائد 2 ب، يبقى الالف بواحد زائد 2 في ب، 2 في ب يعني 2 في 7 على 2، قلت له الاثنين دي راحت مع الاثنين اللي فوق دي، اصبح 1 زائد 7 الناتج كام يا شباب؟ الناتج 8، يبقى الاختيار بتاعي هيكون الاختيار رقم ب. 50 يا شباب بيقول لي اذا كانت ا طبعا بتساوي المصفوفه اللي قدامك جهه 30 و1 ظا 40 60 ظا 45 وب بتساوي الشكل اللي قدامك ده، وكان ا بيساوي ب، ا بيساوي ايه؟ ب، فان م زائد ف ناقص ن، قلت له واحده واحده كده مع بعض نفهم الكلام، يعني ايه ا بيساوي ب؟ يعني كل عنصر بيساوي المناظر ليه. يبقى معناها جا 30 يا شباب، جا 30 بتساوي ميم ناقص جتا 60، تمام، وبرضو معناها ان ظا تربيع 60 بيساوي طبعا ف
زائد ق تربيع 45، وبرضو معناها ان عندك طبعا دي ساوي دي، معناها الواحد بيساوي الواحد، ده خلاص اكيد. زطا 45 بيساوي ن زائد جتا تربيع 90، يبقى زطا 45 بيساوي ن زائد جتا تربيع 90. تمام كده، واحدة واحدة ونجيب القيم بتاعتي. تعال نروح للأولى، جا 30 بكام يا شباب؟ طبعا بعض الناس طبعا أكيد حافظة جا 30 بكام، وبعض الناس هتستخدم الحسبة هتدوس ساين 30. جا 30 بكل بساطة بتساوي نص، جا 30 بنص بيساوي ميم ناقص جتا 60 بيساوي نص. طب تمام، ودي لي السالب نص بعكس الإشارة، يبقى في الحالة دي لما أروح سالب هيروح بموجب، يبقى نص زائد نص بيساوي ميم، ومعناها في الحالة دي إن الميم هتطلع بكام يا شباب؟ نص زائد نص يديك إيه؟ يديك واحد، يبقى الميم كده طلعت معايا بواحد، كده أنا جبت أول حاجة الميم. تعال نروح للعلاقة التانية، عندك ظا تربيع 60، هات لي ظا 60 بكام؟ ظا 60 بيساوي كام يا شباب؟ طبعا بيساوي جذر 3، جذر 3 لما تربعها هيديلك كام؟ طبعا جذر 3 يا شباب الكل تربيع، ما ده تربيع، بيساوي ف زائد ق تربيع 45، هات لي ق 45، طب القا دي مقلوب مين؟ دي مقلوب الجتا يا استاذ، لان دي ما فيهاش تا، يبقى القا في الحاله دي هتاخد ايه؟ تاخد الجتا، هات لي جتا 45، جتا 45 بكام يا شباب؟ جتا 45 بواحد على جذر 2، يعني معناها واحد على جذر 2 دي الجتا، اسف يبقى دي الجتا، القا مقلوبها اقلبها يبقى جذر 2، ما تنساش التربيع برضه. تمام يا شباب، كل ده يلا جذر التربيع يروح مع الجذر، اصبح عندك 3 بيساوي ف زائد طبعا جذر 2 لما تربعها التربيع هيروح مع الجذر هيروح مع التربيع هتبقى لك 2، يبقى ودي دي بعكس الاشاره، يبقى ف في الحاله دي هتساوي 3 ناقص 2، الناتج هيكون كام يا شباب؟ هيكون 1، وكده جبنا الف. بعد كده عندك الف بواحد، بعد كده زطا 45، زطا 45 بكام يا شباب؟ كام؟ زطا 45 طبعا بيساوي 1، لان عندك ظا 45 بواحد برضه مقلوب الواحد بواحد. نون زائد عندك جتا تربيع 90، هات لي جتا 90 الاول، جتا 90 بكام يا شباب؟ بصفر، ربع الصفر والله هيديك صفر، يبقى الحاله دي عندك ن بتساوي كام؟ 1، يبقى عندك القيم بتاعتك 1 زائد 1 يديلك 2 ناقص 1، الناتج يكون كام يا شباب؟ بيكون 1، يبقى الاختيار بتاعك هيكون رقم د. عندك الشباب رقم 56، اي ومات يكفي لايجاد قيمه س؟ تعالى كده واحده واحده، السؤال ده جميل جدا ورائع، واحده واحده عشان نقدر نجيب قيمه س، نقدر نجيب قيمه مين؟ س، حيث الف بتساوي طبعا الموصوف اللي قدامك. قال لك لو الالف ساوت الالف ماد، ده معناه ايه؟ والله احنا عارفين القاعده دي، الف لما تساوي الف ماد دي معناها موصوفه ايه يا شباب؟ برافو عليكم، موصوفه متماثله. يعني ايه متماثله؟ يعني كل عنصر بيساوي المناظر ليه بنفس الاشاره. طب انا مش عارف العين، مش مشكله. طب عندك دي سالب 3 ودي 3، طب ينفع سالب 3 بيساوي 3؟ لا ما ينفعش، يبقى دي مش متماثله، يبقى اول شرط ده يبطل، ما فيش اي مشاكل، عشان مش هقدر اجيب قيمه س بالشكل ده، لان دي اصلا مش مصفوفه متماثله. تمام، بعد كده انا عايز دلوقتي الالف، الف بيساوي سالب الف مد، الف بيساوي سالب الف مد، يعني معناها ان المصفوفه دي شبه متماثلة، صح ولا لا؟ شبه يا شباب؟ شبه متماثلة، يعني معناها القطر الرئيسي بكام؟ بأصفار، يعني معناها السين ممكن تطلع بكام؟ تطلع بصفر، قلت لي القاعدة دي ممكن منها أجيب السين، طب إيه اللي يأكد لك إن هي شبه متماثلة؟ بص كده سالب 3 وعندك 3، طبعًا عندك مفيش قيم تانية، 5 ونون مش عارف النون بكام، أنا كل همي دلوقتي السين، طب تمام، ده ممكن أحقق لي العلاقة مفيش مشاكل، ألف موصوفة قطرية، ألف موصوفة إيه؟ قطرية، قلت له عشان تكون قطرية لازم اللي حوالين القطر الرئيسي يبقوا أصفار، طب هل دول أصفار؟ لا، يبقى في الحالة دي طبعًا ده يبطل الشرط، يبقى الشرط الوحيد اللي هيكون معايا ألف بيساوي سالب ألف إيه؟ سالب ألف مد، يبقى الاختيار رقم 2 اللي هو بيقول لك 2 فقط اللي هو الاختيار رقم ب. طبعا السؤال رقم 57، اذا كان س وص ص وص مصفوفتان فاي ومات يكون كافيا لاثبات ان س بتساوي ص؟ ان س بتساوي ايه؟ ص. امتى المصفوفه تساوي مصفوفه؟ حطها في دماغك اوعى تنسيها، لازم رقم 1 يبقوا على نفس النظم، نفس النظم، يعني نفس النظم؟ يعني واحدة 3 في 2، الثانية لازم تكون 3 في كام؟ 3 في 2. طب رقم 2 لازم عناصر سين هما عناصر
صاد نفس العناصر ما يختلفوش، ما ينفعش يبقى مثلا ده بتلاتة واللي قصاده باتنين، لا لازم يبقى تلاتة وتلاتة. طب تعالى كده نشوف نظم س يساوي نظم ص، قلت له تمام انت معايا. عدد عناصر س يساوي عدد عناصر ص، قلت له برضه انت معايا، ان كده كده نفس النظم يعني نفس العناصر. طيب هنا قال لك واحد فقط، هنا قال لك اتنين فقط، طبعا قلت له تمام. واحد واتنين معا، قلت له ماشي يمشي الحال. طب واحد واتنين غير كافيان، ايوه واحد واتنين غير كافيان. ليه؟ انا قايل لك لازم عناصر س هم ليهم نفس القيمه عناصر ص، مش عدد العناصر، لا العناصر نفسها. يعني لو عندك هنا مصفوفه 2 1 3 4 لازم عشان تقدر تساويها بمصفوفه لازم تكون برضه 2 1 3 4، نفس العناصر، نفس العناصر هي هي ما تختلفش، مش عدد العناصر. خلي بالك انا بيضحك عليك، عدد العناصر لا، اقول له نفس العناصر نفس القيم هي هي، يبقى الاختيار بتاعها هيكون الاختيار رقم د عن واحد واثنين غير كافيان طبعا. تمام يا شباب، يلا نشوف المثال اللي بعده. ومعانا يا شباب اخر مثال، الشكل المقابل يمثل انتشار كورونا في احد المدارس ويبين عدد الاصحاء والمرضى وحاملي المرض بالنسبه للاطفال والكبار، فان المواصفات التي تمثل هذه البيانات. تعال كده نفهم البيانات واحده واحده. اولا الاطفال باللون اللي قدامك اللي هو البنفسجي، يعني اللون ده اطفال واللون الازرق ده كبار. تمام يا شباب، مفيش اي مشاكل كده، فهمنا تمام. وحاملي المرض، طبعا حاملي المرض بص الناس الارقام بتاعتهم، يعني معناها الاطفال كانوا 150 من حاملي المرض، وطبعا الكبار كانوا طبعا 50. تمام يا شباب، تعالى دايما بيعملوها للصغار ويروحوا فيها طبعا ايه الكبار، يعني عندك الصغيرين 50، انت عندك الكبار 50، والاطفال طبعا 150، والاطفال هي طبعا هيضيعوا الكبار، مش مشكله. يلا نكمل. طيب اول حاجه عندك ترتيب المصفوفه، بص لي كده المصفوفه ترتبت ازاي. حاملي المرض، مرضى، اصحاء. تمام اهو بدا من ده، حاملي المرض، مرضى، اصحاء. تمام، بس بص في الترتيب الثاني، بص الصفوف بتاعتك، اطفال ثم كبار. يبقى اول حاجه تبدا لي بحاملين المرض من مين؟ من الاطفال. حاملين المرض من مين؟ من الاطفال. حاملين المرض من الاطفال كام يا شباب؟ تعالى كده احنا نكون مصفوفتنا مع نفسنا، ماليش دعوه بحد، اديك المصفوفه بتاعتنا. اولا حاملين المرض من الاطفال كانوا كام؟ من الاطفال يا استاذ كانوا 150. طيب المرضى من الأطفال، المرضى من الأطفال كانوا كام؟ كانوا 30. طيب الأصحاء، ما أنا باخد على حسب ده، الأصحاء من الأطفال، أنا كل ده شغال على الصف بتاع الأطفال، الأصحاء من الأطفال كانوا كام؟ الأطفال يا مستر كانوا 45 أهو. تمام، خش لي بعد كده على الكبار، على الكبار. الكبار هات لي أول حاجة حاملي المرض من الكبار كانوا كام؟ حاملي المرض من الكبار كانوا 50 أهي. بعد كده المرضى من الكبار، المرضى من الكبار كانوا كام؟ كانوا 30. الكبار كانوا 30، اسف دي هتبقى 105 يا شباب، دي هتبقى 105، اللي احنا بنتكلم على الاطفال اللي هو اللون البنفسجي. تمام، بعد كده اخر حاجه الاصحاء من الكبار، الاصحاء من الكبار اللي هم الازرق ده كانوا 20. تمام يا شباب، كده انا ظبطت المصفوفه بتاعتي. انهي مصفوفه اللي بتمثل المصفوفه دي؟ انهي مصفوفه دول؟ تعال نشوف 150 105 45 150 105 45 150 105 5 وايه 45. طبعا المصفوفه رقم ايه يا شباب؟ رقم د، هي مش ظاهره كويس، هي نظهر طبعا المصفوفه، طبعا المصفوفه بتاعتك هتكون بالشكل ده، اللي هي 150 105 45 150 105 45 50 30 20 50 30 ايه 20. يبقى المصفوفه بتاعتك اللي هي المصفوفه رقم كام يا شباب؟ المصفوفه رقم د. وبكده احنا نعتبر خلصنا حل تمارين المعاصر، اختار على الدرس ايه؟ على الدرس الاول، طبعا الاختيار بيكون رقم د. كده خلصنا كل تمارين المعاصر، اختار على الدرس الاول. هسيب لكم طبعا رابط الدرسين موجود في صندوق الوصف، وهسيب لكم ان شاء الله اختبار الكتروني، اختار على الدرس الاول، يا ريت تختبره وتكتب اسمك في الاختبار، وان شاء الله النتيجه هتظهر لك مباشره مجرد ما تنتهي من حل الاختبار. وطبعا استنوه ان شاء الله في باقي حل تمارين المعاصر اولى ثانوي لجميع الدروس. كان معكم وليد يسر امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش في النهايه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك لو استفدت مني حاجه. ومع السلامه يا شباب، اشوفكم على خير باذن الله.